في منتصف الملعب. الكرة لصالح الشعلة مرت عدت ذهبت إلى وين؟ إلى ركلة الجزاء، ركلة الجزاء، ركلة الجزاء. يونس العليوي، يونس العليوي يتحرك مع أحمد عسيري ويتحصل على ركلة الجزاء. يونس العليوي وحيدا مشاقب كثيرا أمام أحمد عسيري، بطاقة صفراء وركلة الجزاء في المباراة. ربع ساعة سجل للفريق الشعلاوي وثلث ساعة 20 دقيقة. هذه اللقطة أمامك عزيزي المشاهد، والحكم لك، والحكم لك ما بين أحمد عسيري وما بين يونس العليوي. هذه اللقطة كان وحيدا وكان يعني في هدوء وفي صمت، على اعتبار ان احمد عسيري كان متقدم بخطوة على يونس العليوي، لكن ركلة جزائية تحتسب من مشاري لمشاري، هي الثانية التي يحتسبها مشاري لمشاري بعد الركلة الجزائية التي احتسبت ما بين الشباب ونجران وسجلها نايف الزازي. الان هدف ثاني يخترب من خلالها الشعلة، من خلال هذه اللقطة فهد منيف هو منع التنفيذ الركلة الجزائية التي احتسبت للشعلة بعد نص ساعة 10 دقائق ما بعد الهدف. يحضر هدف ثاني، لا لا ما يحضر يا فهد، ما يحضر يا فهد، لأن هنالك أسد، أسد في شباك ومرمى فريق الاتحاد اسمه هاني الناهض، ويقول الجماهير نحن سننهض ونحن من نتقدم، وليس الشعلة ببراعة يتصدى لها هاني الناهض. ركلة جزائية مهدرة في وسط صمت كبير لصالح الفريق الاتحادي مع